السلام عليكم الناس، كي دايرين؟ بخير، كاينين مع الصحة، اموركم هانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم ان شاء الله غنديروا مع بعضنا الشوربة ديال القرعة بمكونات بسيطة، ان شاء الله كتجي بنينة وزوينة. المكونات عندنا هي: عندنا واحد 250 غرام ديال القرعة الحمراء، عندنا واحد نص كاس ديال العدس الاحمر، عندنا هنايا واحد البصله، نص بصله صغيره مقطعه، وعندنا هنايا خيزوه صغيره مقطعه. وعندنا في التوابل عندنا غير الملحه وشويه البزار والتوابل ديال السمك. هادو هما المكونات اللي عندنا. دابا ان شاء الله غندوزو للطريقه ديال التحضير، غندورو ان شاء الله باش نوجدوها مع بعضنا. دابا غادي نديرو المقادير كلها مع بعضها فوق سميتو. درت هنايا تاع الكوكو تاع الزيت ورميت البصلة والخيزو، وغادي نرمي القرعة، وغادي نرمي التوابل هادي ديالتنا. صافي، ونشحرهم واحد شوية، نرميو عليهم العدس، صافي، ونرويو ونسدو عليهم يطيبو. هذه هي الشوربة ديالتنا، ساهلة، مثلا تعقيدات لا والو، كتجي زوينة وبنينة هاد الشوربة هادي. ملي طيب العدس كنطحنوها ونقدموها. دابا نشحرو زيت، عرفتي ريحة هداك التوابل ديال السمك مع هاد القرعة والبصيلة وديك، عرفتي ريحتها شاهين. بعض الناس إلا هاد الشوربة غير صوبوها كتجي زوينة. صافي، نخلو هاد الناس تتشحر مزيان. صافي، نرميو العدس ديالنا ونروي. صافي، نرويو باش الناس منعمروش عليها بزاف، نعطيوها العبار ديالها ديال الروا، حيت القرعة في ساعة كطيب والخيزو ما عندناش ليها شي حاجة لي كتشد الطياب بزاف. دابا البنات ما ديروا العدس، رميو العدس، صافي، وهنا دابا نبداو نرويو فيها. غنديروها في الكاس الأول، غنديرو الكاس الثاني، ونزيدو كويس خر. صافي، ونخلوها طيب. غنسول البنات الكاس الثاني، غنسول البنات هذا هو الكاس اللي عبرت بيه. هاهو دابا ثلاثة الكيسان اللي درت، صافي، ونخلوها طيب ديال سميتو. شوفو ما شاء الله، شوفو كي دايره، يا التقالية ديالتها كي جات، ملي كطيب راه كتجي زوينه. صافي البنات، دابا نسدو عليها ونخلوها غير طيب، ونحيدوها نطحنوها. النهائي ديال الشوربه ديالتنا كتجي من بعد ما طابت، طحناها بالميكسور ولا بالخلاط ولا اللي عندكم، طحنوها مزيان. صافي، ولا عندكم الكريم فريش قدموها بشويه تاع الكريم فريش، ولا ما عندكمش كاينه شويه تاع سميتو، انا نقدمها بشويه تاع الفورماج. كتجي زوينه هاد الشوربه البنات، بسيطه، ما فيهاش المقادير بزاف، ساهله. الانسان عنده القرعه الحمراء ما كنستعملوهاش غير في الكسكسو، صافي، قليل فاش كنستعملوها في شي حاجه نديروها شويه الشوربه. هذا هو الطبق النهائي ديالنا، وكنتمنوا منكم البارطاج ولي لايك، وتشتركوا في القناه الا كنتم مشتركينش، وتفعلوا الجرس. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.